ببعث تحياتي وأشواقي لجميع أسرانا البواسل بدون استثناء. بقول للعالم كليات وكل عام وأنتم بخير، وللمرأة الفلسطينية كل عام وأنت بخير، بصورة خاصة على نضالتها ووقفتها وصمودها أمام جيش الاحتلال، أمام صمودهم، أمام أولادهم اللي محكومين كلياتهم مؤبدات. بقول الله يصبركم، وإن شاء الله يا ربي بيطلع أولادكم بالسلامة بإذن الله تعالى. طبعا معاناة أولادنا ما زالت، أنا زرت يوم الأحد، المعاناة كبيرة كتير كتير، خصوصا في سجن نفحة، وإنهم بعانوا من سوء التغذية، من عدم وصول ملابس إلهم، من البرد القارس اللي موجود عندهم. بقول الله يصبركم ويعينكم على هذا اللي عملكم بتشوفوه، وبتمنى لكم يا ربي الإفراج القريب العاجل بإذن الله تعالى. نتقدم بالشكر الجزير لتلفزيون الفجر الجديد اللي بيواكب أمهات الأسرى في كل ثلاثاء في قضية أسراهم. نتمنى له مزيد من التقدم. أنا والدة الأسير أحمد عواد في سجن عسقلان، محكوم 40 سنة أمضى منها 9 سنوات. ولدي يقبع في سجون الاحتلال، يعاني من أمراض كثيرة منذ أكثر من 3 سنوات. يعني لحد الآن لم يتقدم لزيارته أي طبيب. نتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل. كان يعاني من مرض في القلب تحول إلى ضعف شديد في الشبكية، عضلة القلب لا تعمل أكثر من 35%. كان يستفرغ دم ويخرج دماء، أيضا أصبح يعاني من شدة البرد والرطوبة، آلام في الظهر وفي المفاصل، رطوبة شديدة، يعانوا في السجن من البرد وعدم الاهتمام. هو يتردد على المستشفيات في كل أسبوع مرة، ولكن فقط يعني تسكيت وتصبير له للمرضى لا أكثر من ذلك. أنا بزور بالنسبة لي كل 8 شهور 10 شهور مرة، كل سنة مرات مرة، لأنه ممنوع أمنيا. أنا بستفسر بكل الوسائل الإعلام ليش أنا ممنوع أمنيا، عمري 64 سنة ممنوع أمنيا. بطلب من الصليب الأحمر عشان يساعدنا، بقول إحنا بطلعش بيدنا، بطلعش بيدنا. طبعا بالنسبة للزيارة، طبعا معاناة، بروح زيارة معاناة من أول من الفجر ل يعني في نفس اليوم بجوز 10 11 نروح، المخاصين في ترتيش كثيرة، معاناة الأسرة بنشوفهم إحنا وراء الزجاج من وراء الميكروفون وتشويش. طبعا هم بيعانوا كثير من معاناة الكانتين والأكل والملابس وأشياء كثير جدا يعني، ومعاملة السجاني لهم معاناة كبيرة جدا جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرهم، وأقول لهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واطلب من المفاوض الفلسطيني أن لا يتفاوض إلا ولا يقعد مع اليهود إلا بإخراج جميع الأسرى جميعهم. يعني شو الفائدة يعني إحنا بالنادي بإقامة الدولة وبالنادي بإقامة كذا وكذا، و 11 ألف أسير موجود في يكبعون خلال قضبان الحديد، هذول لازم يكون على رأس القائمة، على رأس المفاوضات، إذا صار مفاوضات يتفاوض عليهم. بحيي جميع الأسرة وبتمنى لهم الإفراج العاجل، وبهالمناسبة السعيدة يعني بتمنى أني أوصل رسالة عن طريق شاشتكم لأهل الأسرة أولا، وبقول لهم يعني أين أنتم، أين أنتم يا من لكم بالأسر أحبابه، هذا عددنا لا يكفي ففي الأسر آلافه، كيف لنا أن نحرك ساكنا، بلاكم مر عليه أعوامه، أي والله بلاكم مر عليه أعوامه، إن الساكن لا يحرك من الواقع شيئا، لا بد لنا أن نتحرك. أسأل سؤال، ألم تشتاقوا؟ أين أنتم؟ أين الأب؟ أين الأم؟ أين الأخ؟ أين الأخت؟ أين الزوجة؟ أين الجميع لمن هم خلف القضبان مقموعين محرومين حريتهم؟ ألا يستحق أولئك أن نقف لهم وقفة رجل واحد، وقفة جادة، لنحرك أنظار المسؤولين لعلها تصب على قضية أسرانا، لنقول كلمة واحدة، نريدهم أحرارا، نريدهم أحرارا، نريدهم أحرارا. أتمنى أن يكون الثلاثاء القادم يشهد أكبر حشد ممكن من الأهالي، لعل الواقع الذي نحن فيه الواقع المرير يتغير. وأما رسالتي إلى المسؤولين فأقول لهم، هل جزاء أسرانا أن يهملوا، أم جزاء جرحانا أن يهانوا، أم جزاء أسر شهدائنا
أن يوضعوا في قائمة الفقراء، فيصبح القليل من الأثرياء يبحثون عن من هم أسير أو شهيد أو جريح ليقدموا لهم الصدقات، لأن المعاش الذي يصرف لهم لا يكفيهم حتى لنصف شهرهم. أتمنى أن يعاد النظر في قضية أن يعاد النظر في تحسين المعاشات لأهل الأسرى وأهل الشهداء والجرحى أيضا. وهذا يعني أنتم لستم بحاجة إلى من يحرك أنظاركم إلى ما يشرفكم، وأشكركم.